شفتوا؟ هي سابت البيت وودت ولدها بيت امه، يبقى بتروح فين؟ حرام عليك يا شيخه، ده طالعه تعمل عمره. وقبل كده اجراءات السفر بتاخد وقت. انا حاسه كده اني مفيش عمره ولا حاج. اتقي الله، انتي ما عرفاش ربنا جاكي جلوسطين يا شيخه. ليه؟ هي حكمة دي من أولياء الله الصالحين. حكمة دي أشرف من الشرف. ماشي، أني ها وانتو ها، وبكرة تقولوا نجيبة قالت. واه يا نجيبة،
جاكي المرارة الطافح يا بعيدي، ما تسكتي وتسيبيها في حالها، حرام عليكي ده احنا عندنا بنات. انتي انا عندي وعد، اسكت ليا. ربنا على المفتري يا بعيدي. قولي حاجة يا عنايات. ايه بدعي على الخسيس، فيها حاجة دي كمان. لا الخسيس بوق حضرتك، المجني عليه تاريخه مليان بالسوابق، واكيد كان داخل شقه موكلي بغرض السرقه. يا استاذ حسام، تقرير الصفه التشريحيه اثبت ان المجني عليه مات بجرح نافس في الرقبه. يا فندم ما عنديش اعتراض، بقى جرح نافس في الرقبه فعلا، بس ليه؟ راجل دخل عليا بيتي وانا قاعد في امان الله وتهجم عليا وعايز يقتلني، لازم اقاومه يا فندم. يعني عايز تفهمني ان الهدف من اقتحامه لشقتك هو قتلك؟ لا اله الا الله يا باشا، انا ما اعرفش الهدف من اقتحام شقتي ايه. انا اللي اعرفه ان واحد دخل عليا بيتي ولما حصلت مواجهه كنت في حاله دفاع عن النفس. هل يوجد علاقه سابقه بينك وبين المجني عليه؟ لا يا باشا، لا توجد علاقه سابقه، دي كانت اول مره اشوفه فيها واخر مره. واقفل المحضر عقب اثبات ما تقدم، وامرنا نحن خالد يونس وكيل النائب العام ما يلي: يخلى سبيل المتهم حسام نجيب الهلالي بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا أو مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. واحدة من هنا ورايح، كل شغلك وهمك حسام ود الهلالي، بياكل ايه؟ بيشرب ايه؟ بينام ايه؟ بيصحى ايه؟ كل حاجة! كده تمام، بكرة هنكمل بقية الإجراءات. دلوقتي هتطلعوا على الاوتيل واوراق التحويل هتكون جاهزه بكره الصبح. والله احنا مش عارفين نقول لك ايه يا متر جوزيف، تعبينك معانا. ولا تعب ولا حاجه، تحب اوصلكم؟ لا ما تشغلش بالك مني، انا معايا الكارت اللي فيه عنوان الفندق، هديه لسواق الاجره وهو هيوصلنا. احنا صحيح اغراب بس اخوك المصطهي هيعجبك قوي. تمام. وبعدين تمام. يعني احنا مش هنطلع على الفندق على طول، انا والست حكمت عايزين نلفلف في البلد شويه. تمام. كتر خيرك. كتر خيرك. نشوفكم على خير. مع السلامة. يسلمك. اتفضلي يا ست الناس. على مهلك. صل على اللي هيشفع فيه. عليه أفضل الصلاة والسلام. انت ليك وهتاخد وعليا وهديك. قلت لك 7000 جنيه ما ينفعش. ليه بس؟ توك توك ده يساوي 12000 جنيه ما ينقصوش مليم. على ايه؟ ده محتاج سمكره ولسه هصرف عليه يامي. كلها غسيل وش انما اساسه متين. الهي ما تاوع تروح بيتكم الا ما تبيع لي التوك توك ده. ايه يا غرع انت هتفول عليا؟ الهي تنشل وتحول لو ما خدتش مني ال 7000 جنيه واديتني التوك توك ده. انت اكيد اتجننت. الهي انت اللي تتجنن، والميكروباص الجديد اللي هتجيبه يولع بيك انت والزمالك. لا كله الا الميكروباص. خلاص يبقى تاخد مني ال 7000 جنيه واكتب لك بالبنك الانبيالات. امر لله. اشوفك بالليل على القهوه. عيل ثقيل. خطوه عزيزه يا بوب. نورت بيت اخوه. حبيبي لعله منور باصحابه. بقى كده يا جدع، يعني لو ما كنتش قابلتك صدفه في الميكروباص ما تسالش عليا. يا راجل ده احنا نايمين على برش واحد وبعتبرك دي بقى لمين؟ والله لعله انا ما عارف لك عنوان من ساعه ما خرجت من المخروب اللي اسمه السجن ده، وانا قاعد مترمي هنا وهنا في المواقف، قاعد بلم الكارته من الميكروباصات. الشاي يا ابي. تعالي يا زوزو ما تتكسفيش، مفيش حد غريب، ده البوب اخويا. زوزو اختي. منور يا سي البوب. ده نورك يا ست الكل. كلامك بينقط سكر. لعله خير ان شاء الله، خش انت جوه يا بنت. حاضر يا ابي. بص يا بوب، انا نويت اشغلك معايا في الكباري اللي انا شغال فيه. طب وده هنشتغل في ايه؟ هنشتغل في ايه؟ نفس شغلانتنا، بلطجه ورمي بلد. انا مؤمن بالتخصص.
طب والقراقيش اللي فيه؟ باكو في الشهر يا صلاة النبي، غير العشاء والتبس مرضي؟ فلة شمعة منورة لعله، أنا معاك من غير أي كلام. دين النبي كل دي فلوس؟ دول لما يطلعوا كده يخرب بيتك يا طاهر، معاك كل الفلوس دي ولابس لنا الجلابيه المقطعه ومنشفها عليني؟ طب ورب الكعبه لا احرمك منهم واخليك تلبس الجلابيه المقطعه بس بحق وحقيق. تعالوا يا حبايبي تعالوا. قال قطل يا جا مش هسيبك تمشي، كفايه اللي جرى. قلت لك مش هينفع يا ماما. ليه بس يا حسام؟ ده احنا هنشيلك في عينينا. انا عايز اشيل نفسي، مش عايز حد يشيلني. لو بتحبوني بجد ساعدوني ان ارجع حسام من اول وجديد.
شايفة عنده إيمان؟ حسام ما تبطل عند، في إيه؟ هتخسر إيه لو قعدت معاهم وطمنتهم؟ يعني هو أنا عيل صغير؟ يا حبيبي أنا مش هبقى مطمنة عليك وأنت بعيد عني. تلاقيش ماما مطمني، اللي هيفكر يعملها معايا تاني هيبقى آخر يوم في عمره إن شاء الله. مش كل مرة تسلم الجرة. عشان خاطر ماما، سيبوني أظبط أموري بنفسي. طب يا حسام اعمل اللي أنت عاوزه، بس لازم تبقى عارف إن كلنا هنبقى قلقانين عليك. تلاقيش يا محمد. هيحصل لي ايه اكتر من اللي حصل لي؟ بجد برافو عليك، انت نفذت كل حاجه زي ما احنا اتفقنا يا باشمهندس. كل اللي طلبتيه مني انا عملته لك بالظبط. ربنا يخليك. العفو عليك. السلام عليكم. مع السلامه. منيره انا مبسوطه. مبسوطه؟ ربنا يبسطك كمان وكمان. بس ليه؟ ايه هو اللي بس ليه؟ حلم حياتي اتحقق، محلنا هيتفتح خلاص كمان اسبوع، وبعدين برضو مبسوطه علشان حسين ربنا سترها معايا الحمد لله. قولي كده بقى، اتاريكي مساهمه ومش على بعضك. انا؟ امال انا؟ انت مش ملاحظه ان انت بتكلميني على حسام اليومين دول كتير؟ انا بكلمك عنه علشان معتز كان بيعتبره زي اخوه بس. والله؟ بتخبي عليا يا ايمان؟ بخبي عليكي ايه؟ ما تخليش فكرك ياخدك لبعيد. يا خبر بفلوس، بعد ثواني هيبقى ببلاش. منيرة بطلي الغلبة بتاعتك دي، عندنا شغل، عندنا افتتاح كمان اسبوع. يلا يلا امشي. اهلا شهادة، اتفضلي. قالوا لي ان حضرتك عايزني. اقعدي، واقفة ليه؟ ميرسي. ايه اخبارك، عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. وابنك الجميل حسام اخباره ايه؟ اهو سايباه في البيت بيلعب كالعادة. شهادة انا عايز افتحك في موضوع، بس مش عارف ابدا معاكي فيه ازاي. لا طبعا اتفضل. الموضوع ده بيتوقف عليه حاجة. انا ترددت في الاول ان فتحك فيه، بس لقيتك انك انت انسب واحده، وده انسب وقت عشان اكلمك فيه. لا مش فاهمه حضرتك تقصد ايه بالظبط. قصدي اني عايش لوحدي زي ما انت عارفه، لا ليا زوجه ولا اولاد، ومفتقد الحياه الاسريه، وانت كمان عايشه انت وابنك لوحديكم، محتاجه الراجل يقف جنبكم ويساعدكم ويشوف طلباتكم، وبصراحه ما لقيتش افضل منك تكون زوجه ليا. انا مش عايز منك رد دلوقتي، خدي وقتك براحتك وفكري وبعدين رد عليا. يا فندم من غير تفكير، انا قافله موضوع الارتباط ده خالص دلوقتي ولا يمكن هفكر فيه. ارجوك يا شهندة ما تقفليش الباب في وشي، اديني فرصه اعبر لك فيها عن مشاعر. صدقيني لو حصل ارتباط مش هتلاقي حد احسن مني، وهساعدك واخليك اسعد واحده في الدنيا. صدقني يا فندم انا مش جاهزه نفسيا ابدا لموضوع الارتباط ده دلوقتي، عن اذنك. ما تلومش عليا يا محمد عشان انت اللي غلطان. غلطان في ايه ان شاء الله؟ ما ادتنيش فرصه اكون جنبك واختفيت من حياتي فجاه. كنت عايزاني اقول ايه لابوك؟ هو بيقول لي نفسك الخطوبة عشان خاطر سمعة اخوك. بس انا اتمسكت بيك وكلمتك اكتر من مرة، حاولت اكون جنبك، كنت مستنيه انت كمان تعمل كده. كان صعب يا رب، لو كنا في ظروف تانية انا ما كنتش هسيبك لحظة، بس كانت المشكلة عندنا، ما حبيتش اكون حمل عليكي، كان مع الايام ما كنتش هتقدري تستحمليه. بس الوضع دلوقتي اتغير يا محمد، ولو اهلي الاول كانوا بيحكموا عليك من خلال عيلتك، فالنهارده حكمهم عليك انت، بالذات بعد ما اثبتت ان انت انسان ناجح في شغلك. طب حتى فاكر يوم عيد ميلادي شفت رحبوا بيك ازاي؟ وده معناه ايه؟ معناه ان انت تكلمهم تاني وتطلب ايدي منهم. لا يا ريان هيبقى صعب. ليه بس؟ خايف يرفضوا. جرب بس مش هتخسر حاجه. اديني مهله افكر فيها. مالك جاي معفر كده ليه؟ زهقت، طهقت بقى من كتر الغطس في البلعات النهار. امال انا اعمل ايه اللي ساكته ومستحمله؟ وايه اللي جد يا اختي عليكي؟ ما انت عارفه ان انا من يومي بغطس في البلعات. انك كذبت على الحاج وقلت له انك مدير في اداره المجاري علشان كده اتجوزتك. طب انا برضو مدير وبتحكم في 10 بلعات، ما حدش يقدر يغطس فيهم غيري. وعشان كده من ساعه ما اتجوزتني وهم مسدودين. بقول لك ايه بقى؟ سيبك من الكلام ده، خلاص فات اوانه. انا خلاص قررت اسيب المجاري. وهتشتغل ان شاء الله؟ هشتغل مع مراتي حبيبه قلبي في الكوافير بتاعها. بقول لك يا شلبي انت تبعد عن الكوافير خالص، انا ليا شريكه مش بمزاجي. ما هي الشريكه دي اللي مبوظه لك حياتك. من يوم ما خوفي معتز اتجوزها وتغير حالك، وعايزه تقلديها في كل حاجه، عايزه تبقى لافرانكا زيها، وعماله يا اختي تغيري لي في لبس، وشكلك اتغير، ولبسك اتغير، ده غير الاحمر والاصفر والاخضر اللي بتحطيهم على وشك ليل ونهار. وماله يا اخويا لما اعمل زيها وابقى زي البني ادمين وابص لفوق مش ابص لتحت واختص في البلعات. ايوه بس ما تنسيش نفسك، وربع جنيه شابه
بنص جنيه كمون ب2 جنيه جنزبيل. بقول لك ايه، احنا ناس شعبيين اه، لكن عينينا مليانه وجيوبنا دافيانه. لم نفسك معايا احسن. بقول لك ايه، لا لمي نفسي ولا تلمي نفسك، انا خلاص زهقت منك. انا غلطان اصلا فضفضت معاك. توحشت الجو يا حكمه. قولي لي، طاهر واخد باله منك؟ كل الامور تمام؟ عملت اللي قلت لك عليه؟ ايوه. والمحامي؟ تمام تمام. لا انا حتابع البنوك من هنا. توحشت قوي، حستناكي. سلام. خسرتك يا دولار، والله العظيم لو حد يقدر الموهبه دي. والله العظيم جراح يا ابني، الله يبارك لك. مين؟ ريان. ريان في ايه يا جدع؟ بس حد يخبط كده يا جدع، في ايه؟ انت تلبس على نفسك ليه؟ اكون ليه يعني؟ انت بتصور دولارات وهو بيدخل في اي وقت. اوعى، ده انا افرحك، خلصت لك المصلحه. بذمتك انا عايز رايك بالامانه، مش عشان صاحبك. في فرق؟ بتكنيله في حظك المنايل. الجو ده فين؟ ايدك على 1000 جنيه. 1000 جنيه بتوع ايه؟ العربون. ليه حصل ايه في النشر؟ شغلانه باظت، الراجل اللي كان هيصرف لها الفلوس اتقبض عليه. انت بتضحك على ايه؟ على الحرام، حتى الحرام مش راضي بيا. طب ايدك يا حبيبي على العربون. لا بقول لك ايه، احنا مش قرينا فاتحه، العربون اتدفن ومات. وبعدين بيني وبينك انا صرفتهم. ايه؟ صرفتهم. صرفتهم؟ صرفتهم في ايه بقى؟ زي ما انت شايف كده عريان، انا قلعت النضاره وحطيت عدسات لازقه بالتقسيط. وبيني وبينك انا ناوي كده ابدل شويه نضاره شويه عدسات، بس بذمتك ايه رايك؟ شكلي كده احلى من غير نضاره. تصدق حلوين عليك بجد حبيبي. قرب كده وريني بس كده. ايه؟ انا من اللي حلوين. ها؟ انت تستعمل عليا يا رحمة؟ ايه اللي جاب سيره امي؟ اوعى تجيب سيره امي عشانك يا مواسك. قول لامي. خلاص يا حبيبي، اهدى اهدى يا بابا، اهدى وما تسخنش وانزل لي كده من على النار. يمدي لي بيهم وصل. ولا في وصل حتى، اما يجي لي فلوس هتصل بيك تجي اخد فلوسك. ماشي. حلو قوي الكلام ده يا عم دولار. هات بقى ورقتين. ولا حتى كمان دول. خلاص، ما دام الحرام مش راضي بيا، انا كمان مش راضي بيه. ذمتك انت دولار انت؟ ده انت قرش ماسح ولا ليه اي قيمه. بقابلني على القهوه بالليل يا اخضر. امك دي؟ انا قلت ايه؟ يا عم اقول لها انا اسف. بردون يا حاجه. على القهوه بالليل. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اعرفك بالمعلم عطوة، اكبر تاجر خضار وفاكهه تخصص كنتالوب من القصيرين. هيجي يعني يحل محل هنا في المكان، وهيدفع لنا 1,000,000 جنيه. يدفع ايه؟ يدفع لنا؟ فوق يا منير اصحى، المحل ده ملكي انا لوحدي. ها؟ ولا انت عاوز تشاركني فيه؟ ايه ده؟ انت ما تعرفش عرف الخليوي ولا ايه؟ لازم المبلغ بيتقسم بين المالك والمستاجر اللي هيحل. اذا كان كده يا منير يبقى يفتح الله. جراس منير، انت جايبني من القصيرين على مالا وش؟ ولسه ما اثرتش في الموضوع؟ لا ما هو الراجل باين عليه شفط مخه ونسي، الراجل جاله زهايمر، احنا متفقين. لا يا منير ما جانيش زهايمر، انا اللي جاني راجل تاني عاوز يحل محلك برضه، بس هيدفع 1,500,000. لا وبضاعته ايه بقى؟ ادوات كهربائيه، حاجه نظيفه، مش مثلا فاكهه وخضار وقشر وزباله. لا 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 يا منير، جايبنا خزان هنا ولا ايه؟ لا 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 استنى انت بس شويه. بقول لك ايه، الموضوع ده حصل امتى؟ انا ما اعرفش ولا ايه؟ النهارده الصبح. وبجد الكلام ده؟ الله، وانا امتى هرجت معاك يا منير؟ خلاص يا معلم، شوف انت وراك ايه دلوقتي، علشان احنا ايه ان شاء الله اشوف لك محل تاني باذن الله. لا لا، فيها منير تتبعني ولا ايه؟ لا ما تزعلش مني يا حاج، اصله فيها ربع ارنب زياده بقى. انت مستلم بيها ولا ايه؟ طب عليا الطالع اخد المحل ده وهدفع لخلو رجلي 2,000,000 جنيه. ايه ده؟ انت بتتكلم جد؟ وانا هزرت قبل كده؟ ايه رايك عوض؟ انا ما عنديش مانع، بس على اساس اخد انا 1,500,000 وانت نص. نعم بتقول ايه؟ طب ايه رايك بقى ما نمشيش ماشي من هنا، وهعمل لك المحل ده زريبه للجديان والخرفان وهربيهم. هقابله بكره واقول له بكره هقابله. هو مين بقى البنت اللي هتقابليه وتقولي له؟ وهو في غيره حبيب القلب شوشره. حبيب القلب يا بنت، ده بقى طليقك دلوقتي وما يجوزلكيش. وهو انا قلت لك رايحه ظروف شقته؟ انا رايحه ظروف السجن، واخده له معايا الزيرات رم عظمه بدل الاكل اللي بياكله له هناك. لا قول لي يا لعله، عملت لي ايه يا اخويا في موضوع المحل؟ المحل اصله شيحة اول يومين دول في السوق. انت هتسوق عليا العوا ولا ايه يا لعله؟ انت بتقولي لي انا العوا؟ بقول لك ايه يا بيت، فوق واصحي، انت بتكلمي لعله. عموما انا اللي غلطان، ده انا بدور لك على عريس رقطه.
عريسه يا عين امك، انا عايزه خروف مجرد كوبري يرجعني لحبيبي القلب شوشره وخلاص خلاص. اه حتى لو كوبري يا بنت، ده انت اختي، انا لازم اصطاد لك عريس ما يبقاش طمعان في ثورتك واملاكك. انت مستقليه باللي عندك يا بنت؟ ده انت عندك مرجيحه وعربيه بوم. ده مين ده اللي يقدر يهاوب ناحيته؟ ده ناكله بسنان، ده شقل عمري يا لعل. تعجبيني يا بنت وانت شارية زي بتعضي. المهم اديني انت وقتي وانا هصطادهولك. بس الحكاية يعني كانت محتاجة شوية مصاريف. مصاريف؟ مصاريف ايه؟ ما انا لسه ظرفك 500. ايوه، وانا بقى محتاج 100 كمان عشان اشحن والف ادور على الخروف. الله، انت مش اشتغلت وربنا فتحها عليك يعني ما شاء الله؟ اه اشتغلت بس لسه ما قبضتش، والمليان يصب على الفاضي. ماشي يا لعلو، ماشي يا اخويا، لما نشوف اخرتها معاك ايه. اخرتها فل، لعله خير ان شاء الله. هتعرف تودينا السوق نشتري شويه حاجات ولا هتتوهنا وتضيع وقتنا وتروح علينا الطياره؟ عيب يا ست حكمه، اهي ده قالي هتوه بلد. ماشي، خدني دلوقت على محل اشتري شويه عبايات حريمي وجلاليق. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ما بيلبسوش الحاجات دي هنا. واه، امال بيلبسوا ايه؟ ما بيلبسوش خالص، ما انت شايفه اهو. طب والعمل يا طاهر؟ ما انا لازم اجيب هدايا لاهل مصر. محلول، احنا اول ما نرجع على مصر هاخدك وننزل على الازهر، تروحي تنقي اللي انت عايزاه، جلاليب، سبح، عبايات حريمي، وسجاجيد صلاه كمان، كانك جايه من الحجاز بالظبط. ماشي، طب وميه زمزم؟ ميه زمزم هنجيب جراكن فاضيه وهنملاها ميه من الحنفيه، يعني هم كانوا ضاعوا ميه زمزم قبل كده؟ ماشي خلاص، عايزين نعدي. طب استنى. طب تعمل ايه؟ ما احنا لازم ندوس هنا عشان نعرف نعدي الاشاره، لما انا خلاص حفظت البلد، اي حاجه تعوزيها من هنا قولي لي ومالكيش دعوه. يلا يلا. مالك يا طاهر؟ جلاليب ايه؟ جلاليب وعبايات ايه اللي بتقوليها يا ست حكمة؟ نعدي كتير؟ يلا يا ست حكمة يلا. Sreći bio kraj, al znaj, više nisam taj. Ko te čeka noću budan, drhti od tvog dodira. Kome ti ćeš biti žena, koja voli na pola. Sada idem pusti suzu, neka laže bar za kraj. Al znaj, više nisam taj, više nisam taj. Si lažeš šećerom, ti začinila da ti odolim, nisam mogo ja. Puštao sam korijenje gdje to ne treba, gdje se primala samo prevara. Bili smo par, a sad prošla je stvar. Cvijeće u velo, nikad više mirisno. Da si htjela nebo nam je moglo biti postelja. Bezbroj zvijezda bi nam sjalo kao nikom nikada. Da si htjela žedne use, gdje bi sreći bio kraj. Al znaj, više nisam taj. Ko te čeka noću budan, drti od tvog dodira. Kome ti ćeš biti žena, koja voli na pola. Sada idem pusti suzu, neka laže bar za kraj. Al znaj, više nisam taj, više nisam taj. ده ايه الحلاوه دي؟ هو انتوا كلكم هنا كده ولا يعني مفيش حاجه بتضايقكم؟ مفيش حاجه بتعصبكم؟ كلكم امامير كده حلوين كده؟ ايه الحلاوه دي؟ ده انا هتجنن والله. يا طاهر يا طاهر، معقولك ده؟
بقالي ساعة خارجة من المحل. 100 دي أنا مش فاهم البلد دي يا ست حكمة، أنا بصراحة مش فاهمها. تخيلي إن البنت الغلبانة دي كمان أبوها مطلق أمها ورميها بشنطة هدومها في الشارع، أنا مش عارف البلد دي مالها. يا طاهر إحنا عايزين نلحق الطيارة. ما هو في سؤال محيرني، ليه سيدياب ضحك علي وقال لي إن إحنا رايحين لتشيك مع إن إحنا في كرواتيا؟ يمكن ما كانش عايز حد يعرف. طب البناية الغلبانة دي يعني ما ينفعش ناخدها معانا مصر؟ طاهر يلا أبوس يدك، عايزين نلحق الطيارة. يعني أنا كان نفسي استاي وزيو بس الظروف بقى، هنعمل إيه؟ أنا عايزك تبلغي كل صحباتك إن المصطاهي مسافر. باي مصطاهي. سلام. الله يرحمك يابا. اتنين مصطيه من دول وما كناش دفعنا دم قلبنا في العلاج، كان ام زي الرهوان. يلا عشان نلحق الطياره. يلا يا طاهر. يلا يا طاهر. ما شاء الله. ايه دي يا كامل؟ توك توك جديد وكاش كمان كاش. امال ايه فاكرين هجيبه ايه؟ ده انا دافع ثمنه وانا قاعد حاطط رجل على رجل. وجبت فلوسه منين؟ ده انا كامل المصطيهي. ايه ومن النهارده مفيش قطالي. عجايب. على العموم ربنا يكرمك، انا رايحه احلب الجاموس. روحي يا اختي روحي، الهي تنتحك وتخلصنا مني. اكتب لك ايه على التيك توك يا كامل؟ سيدك كامل يا كل. حقك علي، الله يرحم ايام زمان. ده ما يرجعها دي ايام، ما تفكرنيش. ما قلتليش اكتب لك ايه؟ تكتب ايه؟ تكتب ايه؟ اه لو الشجاوة رتب كان زماني بقيت ليوي. اوه ايه في ايه؟ الدنيا ما خلصتش. ايه مين اللي بونسوار يا فوكس؟ يا ولاد اللذينة. وحشني جدا يا جنرال. وحشين يا ولاد. حبيبي يا جنرال. عاش من شافكو. كومون باتو يا فوكس. صباب يا ابن الدايخة. دايخة ده انت دوختنا لحد ما عرفنا مكانك. انت كان فين يا فوكس؟ كان انا هنا مكان ما خبطت. خش تعال. لا استنى مفيش وقت، ادخل البس ويلا بينا. يلا بينا على فين؟ على العلو حبيبك، عارف ان احنا جايين لك؟ قال لك هدوت على الكباريه اللي هو شغال فيه. موجود هناك هو البوب ونتجمع كلنا زي زمان. والولا البوب كمان؟ ده بوب وخمرة ونسوان ومليطة يا فوكس، اخرج من كهفك. والله العلي العظيم لو مليطة يبقى القعدة في الكهف احسن. الله يخرب عقلك. اللي ايه اللي بوقك ده يا جنرال؟ ده؟ يا باين قوي يا ولد. الفوكس اتعلم عليه ولا ايه؟ اشهر ده كان طار قديم وخدته. تعالوا انتوا وحشين. خشوا لغايه ملبس. خشوا خشوا. اتوحشت الجو يا حكمت. وانت كمان. قول لي يا طاهر كيف بلاد بره؟ يا نهار اسود على بري وبلاد بري. ده ايه اللي بيحصل في بلاد بره دي يا سيدياب؟ ده انت خدعتني وما قلتليش. ده أنا هحكي لك بلاوي بس يعني مش قدام الجماعة. أسيبكوا يعني عشان العربية اللي جابتنا من المطار هتوصلني للبلد. السلامة يا طاهر. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. تجلع نفسي شوي. تجلعي نفسك؟ سيدياب المهم انا عملت كل اللي قلت لي عليه، الفلوس وصلت؟ كل حاجه تمام. تعالي تعالي. قلت ايه بقى يا عون باشا؟ ايوه بس 1.5 مليون دول قليل قوي عشان تبقى معايا شريك في الكباريه، ده يساوي 5 مليون. خلاص يدخل بيهم شريك بنسبه 15% وده عدل ربنا. 15 ده ايه؟ هم 20% يعني 20%. مفيش حد لاقي فلوس اللي من دول والقرش الصياد الشيك العزيز. امري لله. انا لولا زنقتي وسفري للعلاج ما كنتش فوتت ابدا شبري من الكباريه. يعني قول مبروك. بكره تجيب المحامي وتجوني عشان نمضي العقود، وانا هعمل توكيل لابن اختي عشان يبقى معاك كل يوم في تحديد نسبتي. بس انا ليا طلب عندك. امرني. عمال النظافه والجرسونات والجردات وعمال الباركينج، اوعى تمشي حد منهم وخصوصا الواد لعله، حطه في عينيك. يا عم ربنا ما يجعلنا قطعين ارزاق. وبعدين اطلب لنا عشا بقى وانت لسه صاحب محل. يا اولاد الابلسه والله انك وحشه.
عامل ايه يا عمو؟ حبيبي يا عريان يا عريان تعالوا تعالوا منورين الدنيا. خش يا رجاله خش اقعد هنا خش يا عمو. عمو على جيبات الرجال والله العظيم ثلاثه ليك وحش يا عمهم عندي والله. وانت لعله وحشتني وحشني قوي يا بوب. خد يا بوب تعالى واللي يلاقيها يلاقيها. بوب هو رجاله ازيك يا بوب عامل ايه يالا؟ حبيبي منورين حبيبي عامل ايه؟ عمو سيجاره عمو تسلم. انت عارف ماليش فين؟ لا مؤاخذة لعله بشربها ولعة عينيا. مالكش والله ولا ايه؟ وحشني جدا. وحشتنا يا حبيبي. كله 100 100 يا رب. مالك مكشر لها ليه يا باشا؟ باشا يا بابا مكشر لها ليه مالك؟ ما عادش في حاجة تلز يا بابا. ده رأيي يا فوكس، احنا مش اتفقنا خلاص نخرج من الكهف؟ فكها بقى وبطل تشاؤم. تشاؤم؟ التشاؤم ده هو الحقيقة المرة اللي كلنا عايشينها. انت تصدقوا تأمنوا بيا، انا النهاردة صرفت آخر جنيه من البنك كنت أمتلك ومش عارف هتقضى ازاي لغاية آخر الشهر. ومين سمع؟ ده أنا آخر جنيه شفته كان من زمان قوي. عايش ازاي دولار؟ عايز تفلقة ورامي بال على خلق الله. وأنت عريان؟ أنا مقضيها فهلوة، ناس من نصبايا كده فاست فود، حاجة على الماشي يعني. نصبايا فاست فود. الله يجازيك يا شيخ. وانت قاعد يا بابا؟ انا الحمد لله العدل ظبطني معاه هنا ورحمني من شغل الميكروباصات والكارته وال طب الميكروباصات والكارته كنا عارفين بتعمل ايه، هنا بقى بتعمل ايه؟ زي ما كنت بعمل في سويسرا، دراعه اليمين كان قاطع دراعه اليمين. يا بختك يعني لقيت وظيفه. حر بقى. واللي خلق الخلق ده ظبطكوا زي ما ظبطت دلوقتي. عارفين الراجل اللي قاعد هناك ده صاحب المحل بيعزني حبيبي وما يرفضنيش طلب، وعينكوا قبل ما يدخل معاه شريك هناك. هتنور المحل يا حسن باشا لما تشتغل هنا. هنور المحل؟ اه. طب وانا هشتغل ايه هنا يا لعلي؟ الحمد لله على السلامه يا حجي. الله يسلمك. والله اتوحشتك قوي قوي يا حاجه. وانتوا كمان اتوحشتكم قوي قوي قوي. والله وصحتك جات على عمره يا حكمه، ووشك منور ما شاء الله. دي نورك يا حبيبتي. دولة هدايا جبتها لكم من الحجاز. الله يخليكي ويبارك فيك يا ام منصور. ودولة عشان جوازكم واولادكم. تسلمي يا حجة حكمة يا اصيلة يا بنت الكرمة. سمارة دي عشان كتر خيرك يا حجي. ده حكمة ما نسيتش حد واصل. لا الحجة نسيتني يعني. اها ودي تيجي يا جيبي. ده انت بالذات جبت لك مية زمزم عشان تهدي وتروي. اشمعنى انا اللي جبت لي مية زمزم؟ لا جبت لكم كلكم. الله يبارك لك يا حاجة. المهم قولي لي دعيت لنا ولا لا؟ طبعا دعيت لكم كلكم. ودعيتي لي انا كمان يا حكمة. انت بالذات يا نجيبة دعيت لك من صميم قلبي. واحد اثنين ثلاثة. تشغل فلوس عني وتسرقوها، فلوس عني وتسرقوها. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب. انت يا بنت الكلب. حالا يا سي طاهر الملوخيه بالانارب هتكون جاهزه. وكمان عمالي ارانب. وديت الفلوس فين يا وليه؟ فلوس ايه يا سي طاهر؟
فلوس ايه يا سي طاهر؟ ده انا هقلع لكم ملطه وانا املكه هنا بالعرض. لا يا اخويا. ايه الفلوس اللي كانت في عشه الارانب راحت فين؟ فلوس ايه وعشه ايه؟ ال 250 الف جنيه. 250 الف جنيه ودول جبتهم منين؟ انت حقك يا معلم. اديني اخلص عليكي. انت حقك يا معلم. خلاص خلاص عرفت مفيش غيره. اخوك كامل. كامل؟ ايوه. امال هو جاب التوك توك الجديد منين؟ هو بقى له يومين مروق نفسه. توك توك ومروق نفسه؟ وقعت امك سودي يا كامل انت وضحكتك النتنه دي.